Salatu ve selam ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna bima yenfa'una ve yenfa'una bima alimtena. Allahümme men arada l-islamu vel muslimine khayran fe vefuku fi kulli khayr. Ve men arada l-islamu vel muslimine şerran fe huzhu akhza azizin muqtadir. Qala Allahu Teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم صدق الله العظيم خداية تعالى جل جلاله دو سورة توبة دا آية نوت حفتة وآية فيويرة وها أمر فرمان دك الأعراب أعراب يعني أهل چولي وأهل جيا أشد كفرا ونفاقا خودید به کفر وان ده ها دجوارا و منافقتیا و ده ها دجوارا جبو کو اب انسان گول چولانا و لچیانا ج عالما دورن و ج قنجی دورن معلوم قلب وان هشکا و عمل و نباشا و اجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله و او جهالتا وان ده ها پیشترا جبو کو نزانن حدود گو خودشیان دیا لس على رسوله سر پیغمبر خو یعنی دین خدای نزانن او دین کو خداش پیغمبر رشیان دیا جبو گو وی دین نزانن جهالت اوان نزانی اوان ده پیشترا ده زفترا والله علیم حکیم خدا علیما به هر شته انسان اد زانه انسان چبکه خدای پی دزانه حکیم خدای حکیم شعیشه گو بکه د جیوی ددکیم الاعراب أهل البدوي أعراب أهل تشولي يعني إيه قول للدشتي تشولي وقب زمان فيقا أن بيجن كوتر أشد كفر ونفاقا من أهل الحضري كفر وان دها شدة ترى دها دجوار ترى ومنافق ديها من أهل الحضري جاء أهل الدشتي يعني أهل قوم مثلا باجار هنا مال هنا خاني هنا إيه وانا ده کفر و جیابانا که دجوار تر و نفاق و ده دجوار تر. چه ما بی جفاییم جبوگو جعل زرر و آر ازیت و ده بهتر کارن ازیت نباشی بکن و قسوتیم جبوگو قلب وان حشکا و توحشیم جبوگو وحشین لچولا به حیوان را لچولیا شمشد بن وحشیتا و ده زفترم ونشئهم في بعد من مشاهدة العلماء وجبوغو تشيبون اوان دوريتي دا يعني نحاصر عالمانا جا عالما دورن حياة اوان ندنا با عالما ديا ومعرفة الكتاب والسنة وجبوغو دوري جناس كرنا قرآن وجناس كرنا سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبوغو كفر اوان دهاد جوارترا منافقتي اوان دهاد جوارترا يعني قلبي اوان حشكا وازيت اوان زيديددن وانساننا وحشينا واجدر ان لا يعلموا حكمتك جي جبوكو انساني قول تشولي يا شمشد بي اب حيواني تشولي قد منين وانا دبيني معلومه عاده حيواني تشولي او حيوان هفدود قلين او حيوان هفدود خل يعني دحب حيوان دحب شير الجيكي بن الا شير جوال يكي او بكي بس دحب وحش الجيكي بن دمار الجيكي بن يعني حيوان يقول شولي اش مش بن عادة يكتب ازمزن ايدي بسر مزناطي حتى هدو يختل اذا انسان يقول شولي جي اش مش بن او جعلنا دعلم تحملا و انسان رنينا الا تخازن ازيتي بدنا انسان الا تخازن قاش انسان نباش بن وأجدر أن لا يعلموا يعني وأحق بجهل حدود الدين إيقو حقترم بنزانية الدين ودين نزان أب أهل أب أعراب وما أنزل الله وتشتيقو خديش ياندية من الشرائع الشريعة والأحكام جو حكمة جبقو حقترم بنزانية بانا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وجبنا دليل قبايا ولونا قوتنا في خمبر ما عليه الصلاة والسلام بأن الجفاء والقسوة في الفدادين قوتيا محقق نباشي وحشقون الفدادين هذه فدادين أو يقول دنقي خوا دنابا بصد بلندكن
اوه گودن گفا نبا زرعتی ده بلند کن گودیا نباشی و قلب حشکون نبا بادا هيا دنبا بادا يا والله عليم ودي زانيا يعلم حال كل احد من اهل الوبر والمدر ودي زاني حال تشقى ايغو اهل وبري ومدري وبر ايغو السري تشيا سري تبا ومدر ايغو دنبا يعني هريا مشنا ديا شمش دبن خدي بفانا تبا زاني حكيم فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم خدا حکیم هتشته گول اصابتی و بکه جنباشیه و جباشیه یعنی باشیه جی و نباشیه جی خدا حکیمته ده گو بده و مخطئهم و مصیبهم تشته غلط ده و تشته گول راست من عقابه و ثوابه جدانا عذاب و جدانا خیره خدا دویده حکیمه هسته یا هر عیشی ده جیه ویده چید که هر انسان که حقی ویده ده ومن الأعراب من يتخذ وجبان أعراب هيا أبيبو كفراوان ونفاق وادها دجوارا من يتخذ ما ينفق مغرما أبيبو تقرين تشتي قد نفقين أو مالي قد مغرما يعني وقت قد مالي خد دن قد نلازميا وكو الزراري شن كتبك لانتيا واج آخرتي را ووي خيري قزجبك النينا تبي والا مالا ما خرابو ما تيدا الزرار كن ويتربص بكم الدوائر وتسكن البندوانا به الدوران دقيش ببي يعني وي حالي وان فيقا غالبا ان روشك مغلوب بن ديت بالدنيا دورانا قهل السرى قهل بنا يعني انسان دفي دنيا يدا قه فقيرة قه زنقينة قه بتوكة قه مظنة قه حاكمة قه محكومة هاي البندا بيناكي بن يعني تقوي اب حالي وا ودي زمانك دقيش ببي عليهم لسروا دائرة السوء فدايت على جبيج النفر الواكر ونا ولا دورانا نباشي دور كرنا نباشي جواريا يا وايا نجمريا والله سميع عليم نشكي خنبري مر نجم من ريا فدايت على سميع كوتني انسان سعدك بهيزي وعليم وعمل انسان فعل انسان هاجيد زاني يعني حقيقة انسان انسان مؤمن به وظهر دو صفات خدي تند حياته خدا بدي اوكرن ودور بيش قلناها مش خرابيه يعني وقت بو باوريا بيها بيقو خدي هرشتي ويساعد كي شو قديا يعني باوريا بيها بيقو خدي بهرشتي ويزاني نكار جسارتاوي لسر خرابي ونباشي چينا بي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر جفان أعرابا نقو أعراب تبا خرابا بجهنا من يؤمن بالله اویکو باوری خدا تینن و اليوم الاخری و باوری بروجا اخرت جتینن و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و دگرن او مال گود تفقینن دبی نیزی بو نجمرا نجم خدا یعنی امی بذی مالی نیزی خدا ببن و صلوات الرسول و امی نائلی دعاء پیغمبر علیه الصلاة والسلام ببن و پیغمبر جمرا دعا بکی و یا خود و پیغمبر استغفار بکی جمرا یعنی به هیویت کن و ناش فرد گیرن الا خدای گوش یار ببن انها محقق ابن فقاندنا وانا که قربت لهم نزبون جوار لبا خدا نزبون جبو استغفار پیغمبر علیه جوارا نزبون جبو گو پیغمبر دعا بکی جبو برکت و جبو باشی سيدخلهم خدي وهيوان ويبخي أفسين جبوا تحقيقها سيدخلهم الله في رحمته خدي هيوان بخي نابا رحمة خدا إن الله غفور رحيم محقق خدا غفورا جبوا قنه إنسانا ورحيما خدا الرحمة بها لسر إنسانا مغرما غرامة وخسرانا مانا تشتكي قلنا لازمية دانا وینا کی وقت مال خودتن و کو زکات وان و خسرانن و یعنی وقت مال کی بدی تبی من زرر کرد چون کو چبا با ودی وان با اخرت نبو مال بو دهات دان گو مال ما خرابو مال ما چو پوش چو ول غرامتو غرامت چیا ما ينفقه الرجل وليس يلزمه او چته گو زلام ددی او مال گو زلام ددی و سری نه لازم ان نه مجبوره گو بدی يعني هو كوكو بخير ولا لأنه لا ينفق كما جوار الزرر
كمن مغرمة ولأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين نادن مالفة إلا جبوب خم محافظة بنج مسلمانة يعني مسلمان بيجن ولا تشقى جاميرن وأوج مالفة تفقين جبو خيري وريان وجبو رمتي دتن لا لوجه الله عز وجل نجبوني رزاء خدي جبو وجه خدي دتن صادا دانا مالي و جبو بخش مسلمانا محافظة بكن مسلمان وناس نكن وجبوني رومتي وجبوني قسترش الدين نجبو وجه خدا جل جلاله بتعبير اينو سيدا بتعبير اينو وقاو كمال بيجا تزميناتا كي بدا يا پره جزاسي كي بدا بوسا جتي معنا كرامات بوسا خيانا يعني. وابتغاء المسوبة عنده و طلب کردن خیره لبا خودی افجی جوارت تونه نجبو وینا کرد یعنی نگو مال خودن جبو گو مکافات آوی خودی بده وانا کرد ای دجبو و یکی جوارا ضرر خسرانا و یا تربس بیکم الدوائر دوائر الزمان و هیوی دکن بکلمیش دکن لبن بوا دورا یعنی دوی دوران دگیش ببی و زمان دگیش ببی دوائر الزمان دورا زمانا يعني ايرو ونلسرن سبب ونه كبلا بندا ايرو ونلفشن ونه سبب كبلا باشتا دوله وعقبه دول وعقب مانا دورانا زمانا دول وعقب جي مانا نوبتا يعني نوبت شوا يكتي نوبت قريد شي يكتيت كبه شناوي دا يعني الدنيا ولو يا لتذهب غلبتكم عليه جبوغو غالب غالبيتا و سر سركتنا و لسر واناكي هر جبوبناكي بيبوتنيت بيجن فيتخلص من اعطاء الصدقه وبج خلاص ببن جدانا صدقه يعني ايرو من قوتلينا ايرو من قشلينا ايرو يتكي دستي ودايا و اف دوران جدستي و هر تنجي ويوادي ونكارن صدقه زكاتي جما بخوازن ام جنادن شخد نيتا واجد ندانا عليهم دائرة السوء خدای تعالی دعات که نفر الوات که بلا ولا دوران خرابی لسر ویا دوران خرابی لسر ویا حاشا ونی مغلوب بن ام مغلوب نابن دعاء معترض دعاك جمله کی معترضیا دعا عليهم بنحو ما دعوا به في خنبر خدا دعا كريا لسر و عين بالشكل جوا دعا كريا قوتي دوران جورا بي في خنبر ما قوتي نا ولا دورانا خرابية جورا بي كقوله عز وجل قو دليل و ها تجينا دي دا قو بلي خدا تعالى سورة ما ايدا آيات شست و چارات جوها قوتي وقالت اليهود يد الله مغلولة يهودية قوتي حاشا دست خدي قرتي نكاري بدي خدي قوتي غلت ايديهم ايديهم خدي دستي واي قرتيا هاشا نقو دستي خدي قرتيا بل كي دستي واي جدا اني قرتيا وقرئ السوء بالضم مثلا سوء بالضميجي هاتي خوندن بيتشاوى سو فتحي هاتي خوندن بالضميجي هاتي خوندن وهو العذاب سوتي مكي شيا مجوارا يا عذاب نباشي كما قيل له سيئة بچاو سیئه نباشی هاتی خوندن عینی ولو بدمج هاتی خوندن به معنا عذابی السوئی والسوئی بالفتحی او گوگو ویگا کیم دخوینن علیه دائره تسو و هو زم للدائره او زما دورانیا یعنی او دورانا نباش كقولك رجل سوء في نقيض قولك رجل صدق تدبي اسلام كي خرابه دزده ده قارشه وی گوتنا تدبی اسلام کی راستا یعنی اب اسلام کی پیسا منا نراست تقارشه وی ده تدبی جه لان من دارت علیه زام لها ایگو دوران لسری وری نباشی جرا یعنی ایگو مزناتیا ویج دستی وی هری ایگو مالی ویج دستی وی هری ایگو بلا مسئل مثلا تشقلا و آفات بسر دورن جرا نباشی والله سمیع لما يقولون خدای تعالی بهیزه سعد کې چته کو او د بیژن اذا توجهت عليهم الصدقه وخت کو صدقه تینن د دنه و به دردی و غوتنه و چیه خدای و سعد کې علیم بما یدمرونا خدا زانه یا بی چته کو قلب و ده یا دنا و و ده یا کو به انسان په نزانن اما خدای و جید زانه وقیلهم اعراب اسد و غطفان و تمیم و تی اب اعراب
أعرابي قبيلة أسدية وغطفان تميميانا. قربات مفعول سان ليتخذوا. قوتي أب قربات ومن الأعراب من يتخذ ما ينفو مغرب ومن الله من يؤمن بالله وما ويتخذ ما ينفق قربات قوتي مفعول شيء مفعول دواج يتخذوا لها. والمعنى معنى به جهال تشبيه أن ما ينفقه سبب لحصول القربات او تشتي قوت نفقين عند بسبب تشيبونا نزبونا عند الله الباخذ تعالى قوت داني بسبب قول باخذ نزبل وصلوات رسولي مفعول اول ما ينفقون قربات مفعول الديانة اري بل ينفقوا مفعول اول قربات مفعول الدوايا ما ينفقون ما ينفقون ابدا قربات وصلوات الرسولي يعني وهم شيء سيدا عبارة أول ما ومن العرب من يتخذ من يتخذ ما ينفق قربات نفسه من يتخذ ما ينفق قربات قربات وصلوات الرسول وهم شيء جبوق الدعاء في خنبر عليه الصلاة والسلام حق بكن لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة شنكو رسول الله عليه الصلاة والسلام إيقو مثلا خير كر يدعو دعات كر للمتصدقين بالخير والبركة إيقو صدقات دان دقو خدا مالي وبركتي بخيدا مالي وزيد بكي ومالي وقبول بكي ويستغفر لهم ودقو خدي وعفو بكي في خنبر ما أبدو عجوارت كر كقوله وقوتنا في خمبري ما عليه الصلاة والسلام قد دعاء كريا وتي اللهم صلي على آل أبي أوفا أب أبي أوفا زلامك هاتي خير كرنا صدقة كرنا وقتي صدقة دانا في خمبري ما قوتي الصلاة لسر آل أبي أوفا بي يعني خدي خير وبركة بخي مالي ويدا وخدي وي عفو بكي وقال تعالى وصلي عليهم وكو في آية هاجي بالصلاة أبدل سرواناكي يعني دعاء بكجوارا معلومة الصلاة لجم إنسانا مانا دعايا جم ملائكة مانا جم خدي مانا رحمة جم ملائكة مانا استغفارا والجم بيخنبراجي مانا شفاعتا يعني هنك عالمها بشكلي صلاة معنا كرنا فلما كان ما ينفق سببا لذلك زمانه گو اب دفقاندن گو یا سبب گو خودنیزی خودی بونا بونا سبب گو رسول الله دعا کری جوارا قیلا و یتخذ ما ينفق قربات دما کی ما ينفق د به مفعول اول قربات مفعول ثانیه و صلوات الرسول الا انها قربة شیار ببن گلی انسانا انها محقق اب دفقاندن شهادة من الله للمتصدقين شهدبون كشترف خدا واجوايق وخيرات كن بصحة ما اعتقدوا بالراستقونا صحبونا تشتيقوا باورد كن او خيرا قد كن جبوب وخيري قزنت كن خدي شهدبون اجوار دد بالراستة عيني ولويا من كون نفقاتهم قرباتهم حالت گو او دان نفقان دنا واناكي نزبونا بالخدي بيا نزي خدي بيا وتصديق لرجائهم وهم تصديق او رجاوه يبون واجه راستا على طريق الاستناف للسرياب وكسنا يعني شبه جيره تنيا راستا وليا مع حرف التنبيه ذكرت الا حرف تنبيه انيا والتحقيق وانها حرف تحقيق جانيه المؤذنين بثبات الامر ابو هرد الدنا بليكرن وامر حيا وتمكنه وممكنه ويتشيب به وكذلك وهايجي سيدخلهم الله وما في السين من تحقيق الوعد السين جبوني مقوسين وسوف جبو استقبالنا إذا دبردا بسين جبو تحقيقها أو سوزا جو خدي دايا محقق ويتشيب به جو خداي تعالى قوتي والإيمان بين عمل صالح بكن والمال يخبدن أزي قارش الغاوي جنتي بدموا أزي وعفو بكم إيه نزي مببن ويبيخن برد عاج ورا بكي ويشفعتا وبكي وعد هاجي بحق وما أدل هذا الكلام على رضا الله عن المتصدقين وما أو ما يقول دلالتك أف كلامها وألا إنها قربة أو كلام دلالتك سر رازي بنا خدي
و خدای راضیه عن المتصدقین ابي گوس صدقه و زکات الدن خدای جو راضیه و ان صدقه منه بمكان و افسدق منه جواناك بمكان جيوه من كنا يعني خدای تعالی به راضید به اذا خلصت النيه كنجي زمانه غنيت خالص به من صاحبها مش خدية صدقه يعني انسان وقته خيره بكي راستا خدية قبول دكي اما وقته نيتاوي خالص به جبو خدية به نجبو رومت به نجبو گسترش به نجبو رياي به نجبو خوب خيچاوي انسان ادا نجبو خوب انسان بده قبول كرن وقته هدف نأو به صادق لله جبو خدية به خدا پير جي رازيد به وقريا قروبه بضم الراء قروبتي بضم الراء جهتي قد بص دائما وان الصدقه منه بمكان لاني انت يشو معنى يعني قو ممكنه يعني كسنه يعني او صدقه قو بدن كسنه خدي قبولتك يعني فرق انمليا مني ريال يعني جي وناكي لبا خدي يعني لغة ثابتة يعني سيدا اللغة أول بجا من من الأهمية بمكان يعني تشق يعني وأن الصدقة منه بمكان يعني أب صدقة لباقه دي فر قيمة وقدر ويها يا مالي. يعني قفا صدقة حاشا حاشا نوكو أعرابا ودقو ممالي خدا مزرر كر نوكو يعني أنا باقه أيان فرق سيقا أوابيتك يعني مالي مالي يعني ودقو ممالي خدا مزرر كر مالي 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 ما شو وشتي تجيب دسي منك مال ما هو هدفي واساده دنيانا تدي بيغا بيغو تني قال جارات بيجن انساني دوستانيه هفتكن انساني هبالتيه هفتكن انساني قنجاب هفتكن وقت يجبو خدي ب شو خدي قاشل غداي ددي اب انسان توشمان نابن لو وقت نش بو خدي ب بكلنتي هيفي هبن اب انساني هي بي دنيا بهتكن بس تدي قنجيه نكن قنجيت بي خرابي حاشا البا خدي قنجي نا بخرابي اي گوش بو خدي بي نا بخرابي اما اي گوش بو دنيا كي گو يكيم تها بده خرابي وقت دهنو زرر كن مالاي خرابو اذا بان ارا باشي دگو مالي خدا ما زرر كه اذا البا خدي شي نا تيري وي قيمتي وي جي وي نا كي البا خدي بلندا مهمه يعني اي گوش بو خدي بده نيتا وي خالص به رب العالمين جي قبول دكي دبي سبب گو پیغمبر دعاجرت کی استغفار وید کی او خدی جی وعده بزمه جنته وقيل لهم عبد الله ذو البجادين ورهبته وتي ابنا كينا وتي عبد الله و ذو البجادين او جنابيه كيا و غروبا بنا كي حوالي بنا كينا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اوكتو في عبد الله البجادين شو عبد الله البجادين لقب يا رسول الله عليه وسلم يعني هادو لا يدينا عمر بن هو عبد الله ابن عبد النهم المزني عبد الله البجادين يعني تدي كنيا ولقد زريبة لفكي أبيها أميك ركابي ما تنش سيد أيمن روي ابن عبد البر في الاستعابي هو عبد الله ابن عبد النهم المزني سمي به لأنه حين أراد المسيح إلى رسول قطعت أمه بجادا لها نصفين يعني نظام بجاد شيء بجاد صا شبش كي قرار بجاد وكو كو جلك وكو أباكي مزنة دياوي وقتی که بدن جب را کلیت پرچا یک شما پیجما دا ایزان یک جیر دا نمیشه خوشی خوکا ها ربی آید والا او سواد بجه فتزره بی واحد من ما ورتدا بالاخره آزل بجاد و قارب لشه انما سنی ازل بجادین لینه کانه ينازع الى الاسلامی فمنعه قومه و کانو يضيقون عليه سخنتی دانه سری حتی تولی که في بجاد ليس عليه غيره يعني تفر تشجل سليمون او رضيه جيه ابات بيجي والبجاد الكساء الغليظ الجافي يعني فهرب منه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق بجاده نصفين فاتزل بواحدة واشتمل بالاخر واتى رسول الله فقيل له اذو البجادين اني نامي دارين اذو البجادين فلما مات دفنه رسول وقال
اللهم اني قد امسيت راضيا عنه فرضي عنه بجر رضي. وقال عبد الله بن مسعود يقول يا ليتني كنت صاحب الحفيره والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أوي قبري بيشيز يعني بيشيتي كنا جمهاجرة بري إيمانانينا بري مسلمان بونا جمهاجر وأنصارية والذين اتبعوهم بإحسان أوي قبير بونا تابعي وقو تابعين قنجي رضي الله عنهم خديج ورازية وردوا عنه أوجش خدي رازي دبن يعني ايغو خدي رازي بك خدي جي رازي دبي ايغو خدا جي رازي بي خدي وان جي رازي دكي واعد لهم جنات خدي حاضر كريا جوارا ومهاجري بيشي وانصاري بيشي ايغو تابعين تابعي انصار صحابيانا جنات هنك بخشي تجري تحتها الانهار قود هركي دنابا وارا جم لك قوتنا جمي هنقفن جمي شيرين خالدين فيها ابدا وأبدي دوا جنتها دبن ذلك الفوز العظيم أبا خلاصيا مزن لبا خدي وخدي كيف كيوان جنتها دا يا ربي توا جنتها بنصيب ما وحاضرة تري مسلمان جبك والسابقون الأولون من المهاجرين هم الذين صلوا إلى القبلتين أويقوا بري خدانا هردو القبلة بري خدانا قدسي قدس الخليل وبيرا وخداي تعالى أملك بري مسلمان دا كعبة إيجو بري خدانا المشك يعني صحابية تخمبر عليه الصلاة والسلام مهاجر وقيل الذين شهدوا بدر وتينا والله إيجو حاضري حرب بدر بنا وتي سابقون الأولون وتي أول وعن الشعبي وشعبي قتيا من بايع بالحديبية إيجو الحديبية بيعت كرنا قتي أول وهي بيعة الرضوان ما بين الهجرتين بيعة الرضوان والبني داري دا بيعة كرنا جارا بيشي وحفت حبونا وجارا دواجي وحفتي حبونا وتي نادي بيا ما بين الهجرتين بيعة الرضوان حزار كاسر حب بلي بيقابات بيجي بيقابات بيجي وهي ما بين الهجرتين دهردو هجرته وهجرته حبشستان وهجرته مدينه اكو بيعه رضوان بيعه رضوان دوي اريد ابيها يقيل في جنكد ويا وقيل وعن شعبي من بايع بالحديبيه اري يعني قيل دبي او ببي ججي اكو مثلا بيعه رضوان نكبه ما بين هذو هجرته الغوري بخيل او ما بين الجنين والشعبين ما بيجا ما بين الجنين شعبين ما بايع الحديبيه خلص خلص وود بوهيه بيجا ابي بيعه الرضوان ما بين الهجرتين اذا وي اشغل مش وردك ها مقوش قلتنا شعبي ردك يا كا خدام قلتنا شعبي بس قلتنا تجيكيني كاال وي تحقيق الجوراجو دوام ذكي وهي بعض في عني قلتنا الشعبية. أنا أبي أدقك يقول شعبي بيجا من بايع أبي الحديبيتي أبي قلت حديبية أن أو كذي ما بين الهجرتين الدباء والنوا هردو هجرة يعني حديبية ولا بالإقامة بيع بيعة رضوان. بيعة رضوان أو من بايع أبي الحديبيتي أمين شو يك ما يعبر رضوان أمين كل بني داري بيغمر الصلاة وقت الحديبية بيدا الله شو ما كنا أما ما بين الهجرتين هجرة حبشستان وهجرة مدينة يعني نزان من أكبر ويا رايا هيك مرة بيجي السيدة رضوان ها إذا مساعدة وهي كلام كلام بس دي رسول الله عليه الصلاة والسلام جبوا فتح مكة كو دشن دريدة حضرت عباس رضي الله عنه راسيته كوتي مسلمان دبا رسول الله عليه الصلاه والسلام دبا بهجرات بالترازي صوندا ابيات هات فهمي كي اگر هجرات هما بتشكي كي بريا فتح مكي هجرات هجرات مدينه كو صوندا هي طبي كي بيع نا ابن بيع تنا بيع رضوان بيع رضوان بايع بالحديبيه
اما انا ناكبن نا بين هر دو هجرتا ها تمام هجرتا مدينه دوام بياز ولا ها شيد به هجرتا مدينه دوام حتى انا اوچا حتى ميعاد حديبيه بيعتا حديبيه دكبا ارا هر دو هجرتا چما چونكي هجرتا مدينه منور هجي دوام ده هجرتا مدينه حتى كينغا دوام كري حتى نه فتح مكه دوام كري تمام او شاقي وصبكتي ارا وان تمام اللي كبا ارا وان بل تمام كلام كان معك ومن الانصاري واوسان لا او كتج فتحي لمن وحديث كيف الله هجرة بعد الفتح يعني هجرة مكي وإني هجرة راضبة حتى وإني هجرة بلي طبعا أو شغي هجرة أول شو هجرة حبيستان هجرة الديان الفتح مكي أو شغي أو شغي وآروان هل ديان دبن طبعا ومن الأنصاري وخدا تعالى دبي سابقون الأولين قوج أنصارية يعني أهل بيعة العقبة الأولى أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر حفت حبونا وأهل العقبة الثانية وإيقوا بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين أوجد بحفتي حبونا السيداقوا هزار وسيصدر أو حديبية يا مباري حضار شاسد حديبية يا أوانا نبس لا لا أنا عقبة أولى عقبة ثانية سيدة عقبة أولى عقبة ثانية بري هجرة يعني نا هي هجرة شيء نبي هي بيخبر ما نبي سادة وراء أري مدينة لما كنا عذكرنا بري هجرتي أري بري هجرتي تنا ويدا بيخبر ما بيعتي بوارتك بيشي بحفت عبارة وبيرا بحفتي حبيرة تمام فايتنا كذا حفظ فين جنسي حفظ فينا حفظ زدوجي أو يعني أو حفظ أو والذين آمنوا حين قدم عليهم وأويقوا إيمانا عنين واختهتنا باوان يعني السابقون الأولون وأبو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن ومصعب كر عمير أو هني قرآن كرن قلتنا أو نانا بلي وقرأ عمر رضي الله عنه والأنصار بالرفع والأنصاري بيجب رفع جخنديا عطفا على والسابقون بوتي أب والأنصار عطا والسابقون بها وعن عمر أنه كان يروى أن قوله والأنصاري الذين اتبعوا بإحسان بغير واو بواو جخنديا بوتي صفة للأنصاري يعني أو صفة جبوتش أنصاريره حتى قال له زيد إنه بالواوي زيد جربوتي نبواويا نبي واوا فقال أتوني بأبي وأبي كرك كابين وقال تصديق ذلك في أول الجمعة واختيقوا أبي أنينا وتيب بواويا شما تصديق به سورة الجمعة جهاتيا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم مسواو دورد بواوي هاتيا وأوسط الحشر وسورة حشر دا والذين جاءوا من بعدهم أباد برد جبواوي هاتيا وآخر الأنفال وتصونا سورة أنفال دا جبواوي هاتيا والذين آمنوا من بعده يعني باي يعني بواوي نبي سلي هيا جحنتي عمر يعني بواوي هيا نبوت هيا وروي أنه سمع رجلا يقرأه بالواوي دهاتي رواية كرندي بحزت يوم الساكنية قم فاي بواوي زلام بكتخيني فقال من أقرأك وكي تعلمان دي كيد داي خندن فقال أبيون وأبي جمرة بوتيا درسانا فدعاه قازي أبي كريا فقال أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمت بواوي أوتي أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و بيخمبر هالو جمرة خندية أزعل ما عندما وإنك لتبيع القرزة بالبقيع تشوف بلي داري خرمات دانا هفدو جبوني جيفتي وقتي قو بيخمبر درس دامن وتجري ودي أو عشت كن قال صدقت بلي قو بلي قوتنا طيب وابيا وإن شئت قلت وأقرت بخوزي أمي بيجي بيجيشتلا شهيدنا وغبتم حاضر بول ونا حاضر بول ونصرنا ما يردما بيخنبرك وخزلت وخجي مناك ويردما وينك وآوينا وما بيخنبر حوام
وطردته وتركه في خنبرك. ومن ثم قال عمر جبويك يا حزت عمر قلت كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا دبي أرانا دبي منزن دبي أزهما منزن كر قولوا أم بلند قونا بلندائي قولوا وكسك ناق هي باي مروي بلندائي ما يعني أن إن سابقون الأولون ومهاجرين يعني أن إف قيمة أن يبخير كينا مهاجر يعني تستاويتك يعني دبي حتى في أجمرا نقوت وفان قوتنا يعني من خود ديكو أمليجيكي بر بلند جيشتنا بر جيكي بلند يجاكو في أفان قوتنا جرادي وكا حزت عمر أذين بر خود كبا يعني حسيت إذا ما المحتمي أو قوتنا قو جيرا قوت أو قوتنا قو قو إنك لا تبع القرزة بالبقيع يعني كنت أرانا يعني أراج الظنية يعني من الظنة أخذ كي مثلا بله تن ویدره چو پلیداره خورمات دانه هم دو جبو جفته و من خواهی نی قرآن فکر پیغمبر قرآن جمرد گفت قال صدقت جیره گفت راست بیه نمکی سیدا نبی اینی کنتو ازنو ان المهاجرین هم السابقونه مدگو قی اصل مهاجرن اوی پیشکتی فقط حيث جعل الذين اتبعوهم بإحسان ايش دابو بيو يا ايش ابي صفة الانصاري ابي صفة انصارية يا هذه موسى ظن آه. فإذا الأنصار مثلنا في الرفعة ومنخرط في سلك السابقين الأولين بني حسي عمل جو هدف يعني شفع عن كلبي شفع آيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هل تقول بحشي بني والآيات التي جاء إبدا أبين مستهشب دال على أن المراد بالتابعين خير الأنصاري يعني بني. مثلا آيات سيدنا تديد بجاه والسابقون الأولون أو السابق أول من المهاجرين ولا أنصاري أو أين هو الذين جاءوا من بعدين أو جاء الذين اتبعوهم بإحسان يعني حدث عمر قلت يقي أبي السابق أول مهاجر تنين يعني أنصاري نداء آية أنصاري هي أنصاري قلت يا أنصاري آية نبالي أنصاري كنقو يعني نقو مثلا مالي ارتفع السابقون بالابتدائي السابقون مرفوخ نقول مبتدايا وخبره رضي الله عنه خبره والسابقون جي رضي الله عنهم خبره بأوى ومعناه رضي عنهم لأعمالهم معنى دمره بون سسي ها نبون دو شوى دمره بون سسي دمره يعني بلي يعني مهاجر أنصار تابعين والسابقون من المهاجرين يد والأنصار ددو والذين تبعتهم بإيمان سسي يعني تابعين جي كتنا نابو عنده تابعين جي جاي قروبي وارتفع السابقون بالابتداء أبا سابقون مرفوخ ونقوتي مبتدايا وخبره رضي الله عنهم خبره يجي أبنايا ومعناه رضي عنهم لأعمالهم جبو عملي واخد يجوا راضي بويا جبو قو إيمان عنينا عملي صالح كرنا ومالي خد ياخد يدا أنا جبوي عملي واخد يجوا راضي بويا وردوا عنه وأوجش قد راضي بونا لما أفاد عليهم من نعمة الدينية والدنيوية جبو قو خد رجان دي بسر وادا نعمة دين الدنياي هم دين نصيبه واكريا هم دنيا نصيبه واكريا او جبو في نعمتا خده و نعمت مزن معلومت بأن نعمتا مزن و خدايا تعالى دده انسان اسلاما ايمانا چونكو جبو يكيد قرآن دا خدايا تعالى بفي ناو مزن بفي ناو شرف بإيمان غازي مؤمناتك وفي مصاحف أهل مكة تجري من تحتها يعني قرآن أهل مكة تحتها من تحتها جهة قندن وهي قراءة ابن كثير قراءة ابن كثيرة وفي سائر المصاحف وجد فان قرآن ديدا تحتها بغير من قراءة مجبه منها قراءة مجبه تحتها بمنها أما من جهة ابن كثير وقندن وأهل مكة مانا تمام سيدا إيلو بسا وممن حولكم ملي سيدا إيلو بسا بسا والله بسا إيلو
ما حتفرم بطالع كلمه وريقة ماجي إذن وبيها ما برأي يقول فيربان صبي سرعة سيدين من الصالحي باشنيقي يكون سعيد بان الله رسول تناخي نهاية بخاطري واعمانتي خدا